لسه مكمل معاك يا جريد 5، وانا بحبك جدا جدا. والنهارده وصلنا للكبسول 19، وركز معايا عشان انت حبيبي. طبعا هنا الكبسول دي صغننه قوي وانت حافظها وفاهمها وكل حاجه، بس انا عايزك تركز معايا. هو يا مستر ايه الفرق ما بين كلمه انفنت وما بين كلمه ديسكفر وما بين كلمه اكسبلور؟ مش فاهم، مش عارفه. طب واحده واحده وانا فاهمك. اول حاجه، كلمه انفنت ده هي فيرب بمعنى يخترع، يعني حاجة ما كانش موجودة وبقت موجودة. زي مين؟ زي اللي اخترع الموبايل. الموبايل مثلا من 1000 سنة ما كانش موجود موبايلات، يبقى هنا ده موبايل. الفان، المروحة، ما كانش موجودة اخترعوها. الترين، البلين، كل الحاجات دي ما كانش موجودة. طب الديسكفر بقى، ديسكفر يكتشف. يعني ايه؟ يعني حاجة كانت موجودة بس محدش اكتشفها، محدش عرفها. زي مثلا اللي بيكتشف مقبرة من مقابر الفراعنة، المقبرة دي موجودة من آلاف السنين بس محدش كان عارف مكانها. طيب تمام. اما الاكسبلور بقى، اكسبلور دي معناها يستكشف. يعني يستكشف، يعني انت مثلا نزلت مدينة معينة ولا حاجة، وانت بقى عمال تستكشف الشوارع بتاعتها، المحلات الرخيصة، المحلات الغالية، الفنادق، الكلام ده كله. فانت بتستكشفها، هي موجودة قدام كل الناس بس انت في حاجات فيها انت مش عارفها، فانت بتستكشف. تيجي ازاي في الاكزام؟ تيجي ازاي في الاكزام؟ زي اللي موجوده عندي في الاكزام بتاعي في الباهر، سوري، في المنار، بيج نمبر 88، اللي هي نمبر 4. بيقول لي هي، لا، في نمبر 4، نمبر 4 في الاندرلاين يا شباب. بيقول لي هو انفنتد ولا ديسكفرد، لسه ما اعرفش، ولا اكسبلورد، برضو معرفش. جايب معاهم كلمة فيد اللي هي معناها يطعم، برضو معرفش ليه جايبها. طب هنا بقى لو قال لي ذا موبايل فون، يبقى في الحالة دي هقول له invented لأن ده اختراع. لكن لو أنا قلت كلمة توم، توم اللي هي معناها مقبرة، في الحالة دي discovered، اكتشف. أوكي يا شباب، طيب ده كده بالنسبة للكبسول الصغيرة دي. تعالى نشوف كبسول تانية.